بالنسبة لرمضان كنا الحمد لله وفقنا ربي ووفرنا 300 مقفى بالنسبة عبر ربع الوطن ودرنا ختان جماعي ل 30 طفل ودرنا كسوة تاع 300 طفل الله يبارك للعيد كسوة العيد كسوة العيد 300 طفل الله يبارك. الأنشطة تاعنا يعني عامة هي خيرية إنسانية وبدأت قبل رمضان. أول نشاط خيري كان قافلة أضرار للصحراء الكبرى اللي شمل الله يبارك 7 ولايات بداية من جلفة إلى أضرار. سمعنا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي. أنعمه درنا الجلفة، الغواط، نعامة، غردايا، أضرار، تيميمون، في كل ولاية كنا نحبسو ونحطو إعانات متنوعة، كاين زعما ألبسة، أغطية، أفريشة، مواد غذائية عامة، أدوية، معدات طبية. طيب شكون هما الفئات ربما اللي ربما تستفاد من الجمعية ولا من المنظمة؟ خلينا الأطفال، المعوزين، العائلات، المعوزين، درنا الأرامل، المطلقات، ذوي الاحتياجات الخاصة، اليتامى، محدودي الدخل، المعوزين، كل فئات، كل فئات اللي تحتاج الإعانة. ماشي زعما ماشي مخصصين فئة، خليتوها شاملة لكل الناس المحتاجة، يعني تقدر تتواصل بالمنظمة وتقدموا لها إعانات.